السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ازيكم يا سنة 6؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد lesson 2 on unit 2، هناخد الدرس الثاني في الوحدة الثانية. تمام. هنبدأ مع بعض. اول حاجة كده زي ما انتم شايفين الدرس عبارة عن كلمات، خلاص؟ طيب تعالوا بقى نقرأ عشان احنا عندنا كلمات وعندنا جرامر القاعدة بتاعتنا. نبدأ نقول بسم الله. أول حاجة كده بيقولك listen and repeat، استمع وردد. أول حاجة بيقولي food and drinks. food and drinks، أطعمة ومشروبات. طبعا اللي هو الطعام food ودrinks اللي هي المشروبات، زي كلمة يشرب drink بس بتحط لها اس تجمعها. تمام. تعالوا بقى نبدأ الكلمات. أول حاجة كده معايا ماء، water أو water أو water. تمام، اي حاجة منهم صح. طيب عصير رمون، ليمونيد. ليمونيد. عندك بعد كده لحم بقري مشوي، راست بيف. راست بيف. تمام. طيب اما بقى الديك الرومي المشوي اسمه راست تركي. راست تركي. شوربة الدجاج اللي هي شوربة الفراخ يعني اسمها ايه؟ تشيكن سوب. تشيكن سوب. سوب. تمام، ما تلخبطوش ما بينها وبين كلمة صابون، لأن صابون يعني صوب. تمام. طيب بعد كده عندي سلطة فواكه، فروت سالاد. فروت سالاد. تمام. طيب عصير البرتقال اسمه اورنج جوس. اورنج جوس. بعد كده القهوة، كوفي. كوفي. يبقى القهوة اسمها ايه؟ كوفي. كوفي. خبز، بريد. بريد. واخر حاجة معاكو فترة التفاح اسمها apple pie. apple pie. تمام. ننتقل الكلمات تاني بسرعة. water. water. lemonade. lemonade. roast beef. roast beef. roast turkey. roast turkey. chicken soup. chicken soup. fruit salad. fruit salad. orange juice. orange juice. coffee. coffee. بريد. بريد. أبو باي. أبو باي. بيقولك بنستخدم مع كلمة صوب الفعل إيت إذا كان الطعام، إذا كان بها طعام مثل الخضار أو اللحم. يعني كلمة الشوربة دي لو أنا مثلا حاطط فيها قطع فيها حاجات بتتاكل يبقى هقول إيت صوب، يا باكل الشوربة. لكن لو ما فيهاش أي حاجة هقول درينك سوب، بشربها عادي زي ما أنا مثلا بشرب المية. تمام كده فهمتوا. تعالوا بقى نقلب الصفحة ونشوف عندنا ايه تاني. عندي بقى الصفحة التانية عندي كلمات زيادة. عندي كلمة السجق اللي هو النقانق اسمها هوت دوج. هوت دوج. طيب بطاطس مقلية، فرنش فرايز. فرنش فرايز. أسرة أو عائلة، فاميلي. فاميلي. الليلة اسمها تونايت. تونايت. شريط فيديو، فيديو. فيديو. غدا، tomorrow. tomorrow. تمام. طيب عندي بعد كده تصرفات الافعال، وتصرفات الافعال خدنا منها المنتظم والغير منتظم. احنا عارفين ان المنتظم بحط له اي دي او دي او اي اي دي، المره دي هنحط اي دي. زي الفعل rant. rant. يؤجر، الماضي منها rented. rented. watch، يشاهد، الماضي بتاعها watched. want، يريد، هتبقى wanted. تمام. طيب اما بقى الافعال الغير منتظمه بحفظها زي ما هي. ياكل، eat، الماضي بتاعها at. ياكل، eat، الماضي بتاعها at. drink، drank. drink، drank. see، saw. see، saw. تمام. طيب هنا بقى تعبيرات وحروف جر مهمه. عندك اول حاجه I don't know. يعني I don't know يا مس؟ انا لا اعرف. rent a video، يؤجر فيديو او يستأجر فيديو. see a film، يرى فيلم. with my family، مع عائلتي. حلوة ان احنا نحطها في الباراجراف، خلي بالك. يعني مثلا اقول I go to the park with my family، مع عائلتي. some more water، يعني مية كمان. تمام. الترجمة اهي المزيد من المياه، يعني عايز مية تاني. sure او sure يعني بالتأكيد. تمام. تحت هنا بقى جايب لك المحادثة كده، اتنين قاعدين في الريستورانت في المطعم ومعهم المينيو، والولد بيقول لها what are you going to have،
هتتناولي ايه؟ قالت له I don't know مش عارفة. قال لها I'm going to have some french fries and a hot dog. قال لها انا هاخد بطاطس مقلية وسجق. قالت له that sounds good I'll have that too. قالت له يبدو رائع انا كمان هاخد ده. الناحية التانية المحادثة ما بين منى وكريم، منى بتقول له I rented a video do you want to watch it tonight؟ بتقول له انا اجرت فيديو هل تحب ان انا تشاهده معانا النهاردة؟ فقال لها I tonight يعني الليلة هتشاهده معايا في الليل. قال لها I can't مش هقدر I'm going to see a film with my family. قال لها ده انا هشوف فيلم مع عيلتي. How about tomorrow؟ قال لها طب ايه رأيك بكرة؟ فقالت له sure يعني بالتأكيد. هنا برضو قاعدين في مطعم فالويتر بيقول لها here you are بيقول لها تفضلي. فلما يقول لي تفضل لازم ارد اقول له thanks او thank you او thank you very much تمام. فقالت له thanks it looks delicious يعني يبدو لذيذ. فقال لها how about some more water عايزة مية كمان؟ قالت له no thanks يعني لا شكرا. خلاص كده بعد كده بقى يمس عندي language functions اللي هي الوظائف اللغوية هنقرها مع بعض. بيقول لي هنا asking and expressing intention النية بقى لما نقول ان انا اعمل حاجة فهقول له what are you going to have هتتناول ايه. فلما اجي اجاوب هقول I'm going to have some french fries and a hot dog هقول كذا وكذا تمام. لو انا مش عارف هقول I don't know. طيب لو بعرض حاجة بقى بس هرفض بيقول لي do you want to watch a film tonight انا هرفض فهقول له I can't. خلاص كده. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا هنا مراجعة سريعة على السؤال في الماضي. تمام هنا بقى بيقول لي هنفتكر مع بعض الحاجات اللي احنا خدناها في الماضي اللي هو ازاي اعمل سؤال في الماضي. فطبعا بنحط what وبعدين did واي ضمير او اي فعل وبجيب الفعل في المصدر. بيتكون من اربع حاجات وسهلين جدا يعني ماذا كنت تفعل ماذا كنت تشرب مش عارفة ايه على حسب الفعل اللي بيجي معاه. يعني اول واحد كده بيقول لك what did you eat ايه اللي انت اكلته. فطبعا اليو بتتحول اي وايت في الماضي هتبقى ات. لما نيجي نجاوب على السؤال ده بنعمل ايه؟ بحذف what وبحذف did خلاص وببدأ هنا اليو بتتحول اي وايت بتبقى ات في الماضي عشان سائل بديد. فبيقول اي ات روست بيف بيقول انا كلت لحم بقري مشوي. الناحية التانية بيقول what did they drink ايه اللي هم شربوه. فلما اجي اجاوب برضو هشطب على what و did و they هتنزل عشان ما عندناش غير you بس هو اللي بيتحول i و drink في الماضي قلنا drank و water coffee lemonade orange juice اي حاجة بتتشرب تمام. تعالوا نقلب الصفحة ونشوف عندنا ايه تاني. هنا بقى جايب general exercises كده على الكلمات وبيقول لي هنا هنحلها مع بعض. هي طبعا صاحبتنا سلمى حلاها بس احنا نشرحها تاني مع بعض. بيقول اول حاجة بيقول لي she likes drinking هي بتحب تشرب ايه؟ ابل باي ولا تركي ولا كافي ولا بريد. طبعا بتشرب يبقى ما عنديش حاجة بتتشرب غير الكافي يبقى الكوفي صح. خلاص طيب do you want to know the film tonight بيقول له هل انت تريد ان تشاهد الفيلم اللي في هذه الليلة يعني. فكلمة عندي هنا السؤال بنختار فيه الفعل في المصدر فهتبقى watch. خلاص طيب تاني حاجة she not going to have some orange juice بيقول لي هو سوف يتناول عصير البرتقال. فبنقول هي بتاخد معاها is لان انا عندي going to بيجي قبلها am او is او are فهي طبعا مفردة تاخد is. بعد كده رقم اربعة بيقول لها I'm going to احنا قلنا بعد to بنجيب الفعل في المصدر وكلمة يرى فيلم يعني see a film فالاجابة صحيحة هتبقى see. خمسة بيقول لي I not a video do you want to watch it tonight بيقول له انا اجرت فيديو هل تحب تشاهده في هذه الليلة او النهاردة بالليل يعني. فكلمة يؤجر فيديو rented rented تمام. طيب ستة بيقول له not about tomorrow احنا قلنا كلمة about بيجي قبلها حاجتين يا what about يا how about عندي طبعا هنا how about تمام. طيب سبعة بيقول I'm going to have not salad ما خدناش غير fruit salad تمام اللي هي سلطة الفواكه. تمانية I not a chicken soup for dinner last night بيقول أنا تناولت شوربة الدجاج على العشاء الليلة الماضية. فعندي هنا last يبقى ماضي يبقى had على طول تمام كده. تعالوا بقى نحل الـ old one.
اول واحده كده بيقول لي delicious good bad cake، طبعا كلهم adjective صفه ما عدا cake لانها اسم، فهنطلع طبعا cake واحط مثلا hot زي صاحبتنا سلمى ما حطت. رقم اتنين بيقول لي meatballs steak salad juice، طبعا meatballs كرات اللحم، steak اللي هو شرائح اللحم او البفتيك، والسلطة اللي هي السلطة، والجوس اللي هو العصير، يبقى هنطلع الجوس لانه كلهم اكل، ونحط fish meat اهو مثلا هكتبها لكم هنا، ادي fish وهنا هنحط hot. طيب بعد كده رقم تلاتة بيقول لي هو what did what which، طبعا هنا كلهم اسئلة ب WH ما عدا did، فهنطلعها ونكتب هنا مثلا when أو where أي حاجة. رقم أربعة water bread orange juice lemonade، طبعا ده بيتشرب وده بيتشرب وده بيتشرب وده بيتاكل، يبقى هنطلع ده تمام وأحط حاجة بتتشرب. ممكن أحط أسهل حاجة معانا شاي تي، عايز تحط قهوة كافي لو أنت حافظها حطها، طبعا كوفي سي أو إف إف إي إي، فسهلة جدا. رقم خمسة rent family eat go، فعندي طبعا كلمة family لأن كلهم verbs أفعال، وحط أنا verb زي مثلا play تمام، دوروا على السهل يا راسي تمام. طيب عندي هنا بقى الترتيب بيقول لي about water how more some، طبعا احنا هنبدأ بهاو، فهتبقى how about some more water تمام، how about some more water، افتح لكم الكتاب عشان تشوف الإجابة كاملة اهو some more water، وفي الآخر حط question mark. بعد كده بيقول لي to going see a film، طبعا am بعدين going to see a film اللي هو انا سوف اذهب الى سوف ارى الفيلم تمام. طيب الناحية التانية طبعا البراجرافات سلمى بتعملها في الكراسة مش بتكتبها هنا عشان المكان ضيق، فهنا بيقول لك اكتب عن your favorite food طعامك المفضل تمام، اختار اي اكلة واكتب عنها. تعالوا احنا مثلا هنتكلم على الكلمات اللي احنا خدناها، لو انت مثلا بتحب الراست بيف او الراست تركي او التشيكن سوب او اي حاجة تمام، هنقول مثلا لما نيجي نبدأ الباراجراف ببدأ مش من هنا بسيب مسافة وابدأ من هنا، فهقول له مثلا my favorite food is مثلا ايه راست بيف، واحط فول ستوب تمام كده. طيب هنتكلم بقى عن روست بيف، عايزه 7 سنتنس سبع جمل. دي اول جمله روست، نسين فيها الاس، روست بيف تمام. طيب ممكن نقول ايه بقى، اي ايت ات ان لانش، انا بتناوله في الايه في الغداء، I like it with baked potato، خدناها قبل كده البيكد بوتيتو خلاص، بيكد بوتيتو او بيكد بوتيتوز تمام. ادي كده ثلاث جمل. ممكن تقول ماما بتعمله كويس جدا، هنقول my mom cooks it well أو very good، أي حاجة يعني ماما بتطبخه كويس تمام. طبعا الخط مش مظبوط عشان الكتاب بس مش هنعدل، أنا عدل عشان الكاميرا تمام. ممكن نقول I eat roast beef and مثلا green salad with my family، هنا طبعا في اي. ممكن نقول تاني انا بتناوله في المطعم، نقول I eat it، بدل ما اكتب تاني roast beef هكتب it على طول، in the restaurant تمام. انا بتناوله مثلا في المطعم، I like it well done، بحبه ايه مستوي جدا تمام. احنا طبعا خدناه well done ورير والحاجات دي خدناها في الدرس اللي فات، فبنجمع بقى الدروس كلها مع بعض خلي بالكم تمام، فبجيب لك بقى القديم مع الجديد وتعمل بقى تكون منه جمل.
خلاص كده كم جملة؟ 1 2 3 4 5 6 7 تمام كده. عايز تكتب اي جمل تاني انت عارفها اكتبها، ولو حابب تضيفها لي في الكومنتات في التعليقات تكتبها لي. تمام. طيب بعد كده اخر حاجة عندك هنا بيقول لك البنكتويت، بيقول لك no I don't like salad. طبعا سلمى بتستسهل وبتكتب لي الحروف بس اللي هي اللي هتتعمل، فانا بعدها لها، لكن في الامتحان بنكتب الجملة كاملة. طبعا هنا هنعمل no. فاول حاجة كده عندي ال n no I don't like salad no، والابستروفي هو عاملها وهنحط في الاخر في الاستوب نقطة عشان دي جملة. what are رودينا and هبة going to have. عندي هنا ال what ورودينا معمولة وهبة معمولة، وفي الاخر هحط علامة استفهام. تمام. هنا في سبوت لايت صريح كده على الكلمات. عندي اول حاجة ماء واتر، عصير ليمون ليمونيد، لحم بقري مشوي راست بيف، ديك رومي مشوي راست تركي، خبز بريد، شوربة دجاج، تشيكن سوب، سلطة فواكه فروت سلاد، عصير برتقال اورنج جوس، وقهوة كافي، وفطيرة التفاح ابل باي. تمام كده الدرس بتاع الكلمات خلص ان شاء الرحمن. بكرة سنة خمسة هشرح لكم القاعدة بتاع الوحدة الخامسة بإذن الله. تمام اشوفكم بقى على خير بإذن الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.